الإخوان، السلام عليكم. كديرين؟ كل شيء بخير هانين، تقبل الله منا ومنكم الصيام القيام، تبارك الله عليكم الإخوان. إخوان إن شاء الله، يعني من جل الحلقات اللي كان تواصلوا فيها معكم، هو كنديروا مرة كنتكلموا على كل ما يتعلق بالتغاريد والشرح ديالها، يعني التغاريد الإسبانية الشرح ديالها داخل القانون الكوديغو، ومرة كنتواصلوا معكم يعني في أمور أخرى اللي كتكون كتهم الولاعة، سواء يعني في الولاعة أو أمور اجتماعية. فاليوم إن شاء الله عز وجل غادي نهضر في واحد الموضوع اللي هو صراحة جد مهم وغريب على بزاف الإخوان اللي ما كيعرفوش هاد الحويج هادو، وإن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتعرفوهم وغادي نتزيدوهم في الخبرة ديالكم، لأنهم كيهموا كل ما يتعلق بمسائل الولاعية. هاد المسائل الإخوان هي مسائل تقنية، كل ما يتعلق بالمسائل التقنية، يعني كل إنسان في واحد الكيان أو في واحد الجمعية أو في واحد العصبة عطاه واحد واحد المنصب ديال بريزيدون تكنيكو مثلا، رئيس يعني اللجنة التقنية، خاصو يكون الإخوان على بال، خاصو يكون على بينة، وخاصو يجتهد ويبحث، وهذا باش إلا سولو شي واحد ولا شي آخ أشنا هي الأمور التقنية خاصو يكون فاهمها، ماشي الإنسان يشد المنصب ويمشي ينعس، لا، لا ما كنتيش تقدر على واحد الحاجة خليها لواحد آخر اللي غادي يبحث ويجري ويجتهد، هذا ما فيه عيب. فالإخوان هاد المسائل التقنية غادي نذكروا البعض منها، فهي مسائل طويلة شوية وكثيرة، ولكن غنذكروا يعني البعض منها. من الأولويات ديال هاد المسائل التقنية غادي نذكروا، بعدا غنتكلموا في النوعيات ديال المسابقات، شحال كاين من مسابقة داخل الإسبان. بزاف الإخوان ما كيعرفوش المسابقات داخل الإسبان، كيعرفوا شيء وشيء القليل. المسابقات الإخوان كاينين يعني خمسة اللي كيكونوا رسميين، خمسة ديال النوع ديال المسابقات، وهذا كيبقى عاوتاني المسابقات ديال النهائيات، النهائية يعني كل عصبة عندها النهائي ديالها. فاحنا غنذكروا المسابقات اللي هما رسميين اللي كيكونوا، ولا بد ما خاص كل الجمعية والعصبة خاصة دير هذاك الكونكورس. من بين هاد الكونكورس والإخوان كاين الكونكورس سوسياليز. هاد الكونكورس سوسياليز يعني هو كونكور محلي كديرو الجمعية داخل العصبة، كاين العصبة تحت لواء العصبة كاينين جمعيات، ولكن مفروض على كل جمعية دير هاد المسابقة هادي. علاش؟ لأن هو منها من دوك المشاركين ديالها المنخرطين، شكون اللي كيدوز في هذه المسابقه، اللي عنده حق يكون في هذه المسابقه؟ كاين المنخرطين ديال الجمعيه المنظمه اللي غتنظم الكونكور، وكاين المنخرطين اللي كيكونوا تابعين للعصبه، بغى يجي يشارك ما كاين حتى شي مشكل، ولكن الجمعيه هي والمنخرطين ديالها خاصهم واجب دير هذيك الجمعيه هذا الكونكورس سوسياليز، لانه علاش؟ باش تحصل على الحيازه. كتشوف هي دوك الناس اللي هما تابعين ليها، واش هما يعني المنخرطين ديالها، واش هما شاركوا المشاركه ديالهم في هذا الكونكور هذا اللي دار، كتقيدهم وكتجمع هذوك يعني، وكدير واحد لا ليست وكتصيفطوا العصبة الجهة، لأنهم عندهم الجهات، هذيك الجهة كتجمع جميع ديال الجمعيات وكتصيفطهم الجامعة اللي تابعين لها، فهمتيني؟ كتصيفطهم لها ومع واحد القدر مالي مادي، وهذاك الطلب ديال الحيازة باش يوصلوا، باش يكون عندهم الحيازة. من طبيعة الحال فسيلفيستريسمو ولا اللجنة المكلفة بالتغاريد فهي عندها كل الناس، كاين اللي مكلفين بالحيازة، كاين اللي مكلفين بالصيد، كاين اللي الى اخره. مؤخرا ما بقاش هاد المسائل ديال الصيد واقف حاليا، هاد المنع في الشراكه اللي كانت وقعت ما بين الاتحاد الاوروبي فرضوا عليهم شي حوايج، حاليا كاين
للحيازه فقط. وممكن دابا الانسان يفرخ يعني داخل الاقفاص. كانوا عندهم مشاكل في الكونكورسو بالنسبه للطيور ديال المقنين ديال الحصون، ولكن الامور لحد الان كيداروا لي كونكور ما كاين حتى شي مشكل غير ما يكونش الصيد. هذه المساله الاولى، هو كيف قلنا الكونكورسو سوسياليز. من بعده اش كيجي؟ كيجي في المساله الثانيه، هو واحد الكونكور ديال لوكاليز، يعني داك اللوكال ديال الداخل ديال الجمعيه فقط. واللي غادي يشاركوا في المباراه هما الناس اللي مشاركين مع الجمعيه ديالها ديال المدينه، ديال المدينه ديالها. ما يمكنش يشارك شي واحد اخر من غير المدينه. هادوك هاد الكونكورس وهذا اللوكاليز يعني اللي كيطبق على عليه كيطبق على كذلك الكونكور اللي داز ديال السوسياليس. هادو الاخوان كيف قلنا، وقلنا واحد المساله نشيروا ليها، هو ان الحكام هما الوحيدين اللي ما كيدو اللي ما كيدو يعني ما كيدوزوش مع هاد في هاد المسابقه، وعندهم حق كيتخول لهم القانون باش الجمعيه اللي تابعين ليها تعطيهم الحيازه وتكتب لهم المسائل اللي غتصيفطها الجامعه. علاش؟ لانهم هما اللي كيكونوا مشرفين على المسابقات، فما يمكنش لهم هما يكونوا يدوزوا هذيك الساعه في الكونكور ولا يشاركوا. هذه مساله اخوان ضروري يعني خاص الانسان تكون في باله. الجمعيه ملي كتدير هذا الكونكور الاول اللي قلنا سوسياليز، او هذا الكونكور اللي قلنا هو ديال اللوكاليز اللي كاين اللي ديال اللوكا خاص بالجمعيه، هذاك من بعد كيدار طلب. هاد الطلب كيف قلنا كيتصافط للعصبه، من العصبه كيمشي للجامعه، فيه كلشي الناس اللي يستحقوا ياخذوا الحيازه. كيجي الكونكور الاخر اللي هو جا في الصنف الثالث، هو الكونكورسو ابيرتا. هاد الكونكورسو ابيرتا يعني واحد كيشاركوا فيه جميع الناس اللي هما محصلين على البطاقه ديال الجامعه. كاع اللي عنده البطاقه ديال الجامعه كيجي كيشارك في هذيك مع واحد اي جمعيه اللي دارت هذاك الكونكورسو ابيرتو. هذاك الاولى ابيرتا، هذاك الابيرتوس يعني هذاك الكونكور اللي كيبقى يعني هو محلول. ما معنى ابيرتوس؟ يعني ما داخلش في الاقصائيات. اللي جا كيشارك، اللي جا كيشارك ولكن شريطة أن تكون عنده البطاقة ديال الجامعة اللي تابعين لها هادوك العصاب. كيجي من بعد هاد الكونكورسو هذا اللي هو أبيتو، كيجي الكونكورسو ديال بوينطابلي. هاد الكونكورسو بوينطابلي هو الإقصائيات. كيفاش كتتم هاد الإقصائيات الإخوان؟ يعني كل جهة الجمعيات اللي تابعين دوك الجهة كيديروا مسابقات، سيلفيستريسمو اللجنة المكلفة بالتغريد كتعلن، كتعلن بالسيمانة الأسبوع اللي غادي يكون فيه، وغتبدا منو غتبدا الإقصائيات. هما بطبيعة الحال اللي يعني لي كونكور كيبداو عندهم من شهر 9 10 11 12 1 2، هادو كلهم كيديروا فيهم هاد الكونكورات اللي داروا فيهم، ومن بينهم الكونكور اللي ما ذكرناش هو كونكورسو دي صالون. هذاك الكونكورسو اللي كيدار ديال الصالون يعني واحد القاعه مغلقه، يعني ريسيبتو سيرادا، يعني وهذاك البلاصه بحال قاعه المغطاط، يعني واحد القاعه يعني بحال كنقولوا حنا دار الشباب. وغادي نهضروا الاخوان نكملوا المساله ديال الكونكورسو يعني بوين طابلو، نهضروا على هذا الكونكورسو اللي هو يعني ديال الصالون. هذاك الكونكورسو ديال اللي هو بوينطابلي كتكون انت مع الجمعيه او الجهه كتشارك الناس اللي هما يعني مكلفين، اللي هو البريزيدون تكنيكو والديلغادو وكل ما هما يعني مكلفين بهاد لا ليست ديال الناس اللي غادي يمشيو اللي غادي يكونوا يعني يشاركوا في النهائي الاقصائيات. هذاك الجهه هي عندها نهائي، هي عندها فينال، كل جهه عندها فينال كدير هذاك الفينال. ومن هذوك اللي نجحوا في الفينال يعني على حسب الكوطه اللي عطيهم الجامعه الام، اللي غادي يكون واحد الفينال ديال الاسبان كامله
هما كل جهة كتصيفط الناس اللي غادي اللي نجحوا واللي غادي يشاركوا في الفينال. طبيعة الحال في الفينال كيكون يعني يوم الأحد ومعلون به، وكيمشيو الناس السبت عندهم واحد المسائل اللي هي مرخصة من طرف الجامعة. شنو هي؟ هو كيجيو السبت كيكونوا في واحد لوطيل ولا في واحد البلاصة اللي كيتجمعوا فيها يعني لوجينوريم واكلين شاربين، وكيعرف تما ها نهار السبت كيعرف راسو مع من غادي يتلاقى الطار ديالو مع من اين المرأة طاح فيها، واش من يعني ديك القرعة كيعرفها نهار السبت بالليل. كل شيء كيعرفوه وكيعرفوا حتى التوقيت اللي غادي يبدا فيه نهار الحد. كيجيو هما مباشرة نهار الحد كيدوزوا الفينال. هذا شيء من الامور اللي ذكرتها ديال ما يتعلق بالكونكورسو اللي كاين هو ديال بوين طابلي. الكونكورسو دي صالون الاخوان باش نصح واحد المساله، ما عندوش شي معيار. كل واحد شوف الاخوان، كل واحد يجتهد يقول كلام، باغي يهرس هذا يدير هذا شغله. احنا نؤمن بالله وباليوم الاخر، احنا كنعرفوا بان الله هو اللي كينصر. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، النصر من الله. اللي بغى يقول يبدا يهضر ويقول لك كتاخذوا من اليوتيوب كيغلطوا الناس كيدير، شوف هذا الشيء، شوف حنا ما غندخلوش معاه في صراعات وداك الشيء، حنا عرفناه وفهمناه كنطلبوا ليه الهدايه، الله يهدي، حنا خدامين وكنوصلوا الناس الحوايج اللي ما يستطيعش يوصلها هو، كون على يقين. فهمتوا الاخوان، حنا كنوصلوا لكم، الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. الكونكورسو دي صالون ما عندوش شي معايير يعني خاصه بعيده على هاد الكونكورات اللي كيداو، او انه ما كيدارش لي لا تيرميناسيون تشيوا. شوف هذيك كتبقى هضره، القانون كيبقى هضره اخرى. اللي انا دخلتو الكونكورسو دي صالون اللي في اليوتيوب راه غيبان لك الطيور فيهم لا تيرميناسيون. راه خصكم تعرفوا الاخوان، اسمحوا لي غنطول شويه، راه فيها مفهوم ديال الطير ديال الصالون عاد الاسبان راه ماشي هو المفهوم ديالنا حنا، راه المفهوم ديالنا حنا. وغادي نفتح القوس، كلمة طائر ديال الصالون اتقالت في بداية التسعينات مع الموالع الكبار، مع الناس ديال السبتة، مع الناس اللي عندهم الودن ودواقة في الكلام، اللي كانوا مع احتراماتي للجميع. راه لولا، سمعوا الاخوان وسمحوا لي مع كامل الاحترام، لولا الايقاع والمقام السبتاوي راه ما غتكونش هاد مراقة جميلة بحال اللي كانت. راه المرقة اللي كانت راه كانت بحال السمريس، راه لا ما كاين لا كاريداد لا كلاريداد لا لارغورا لا داكشي الاوردن، كان بحال السمريس، مسابقات عادي ديال واحد النوع ديال الكلام. دابا ولات الطير ديال المرقة ممكن تسمعوا في الصالون. فالاخوان الطير ديال الصالون بالمفهوم ديال الناس الموالع الكبار السبتاويين ومع احتراماتي للجميع، كان اشنو؟ واحد الطير كيحتوي على واحد النوع ديال الكلام والطريقة ديال الكلام. الكلام اللي كان عندنا في السبتة شنو؟ كان بطبيعة الحال كان الطير اللي كانوا الأولين ما غنهضروش عليهم، كانوا شوية فيهم يعني البلدية بحال الطير ديال طه حسين والطيور الأولين اللي كانوا ما غنهضروش، ولكن راه جا جنب راه جا راه جا من بعده جا البيخو، جا الطير ديال الحاج الحور، جات المليزرة ديال السنفونية، جات الطير ديال المسكيني، جا الطير اللي سميتو عليه الطير ديال بلحاج. طيور ما شاء الله فيهم كلام زين. وكان راه الطير ديال المسكيني راه خرجوا منه طيور اخرين، خرج منه الطير ديال الروبيو اللي هو من الكلام ديالو دوك التيتان ديالو دوك الكلام بزاف شدوا من الاخ يعني الاستاذ بودا حسن، يعني خدم وبصراحه كل واحد جبد المقام ديالو، خدم في واحد الفتره ديال السبته عطى واحد الجديد. راه هذاك الطير ديال الروبيو خاضوا منه يعني بودا حسن ودار واحد التركيبه وخرج واحد الطير اللي هو العمى معروف اللي خرج عند اللي كان شراه مع الدو حمد العزوه، راه طير ما شاء الله، راه طير تبارك الله. ف طيور كاينين، شوف الاخوان حنا عندنا مواليع تبارك الله كانوا ومن بين هاد المواليع كاينين مواليع ما شاء الله، كاين سي عديل سي ميشيش، كاين الاخوان السي بوعزاق، سي بوعزاق اللي يعني اللي باقي الان مواكب السير ديال السبته،
سي بوعزة جدر ومخمس، سي بوعزة أنا في 91 مع 92 دي جوج مساتة وشاركت بهم في المدينة القديمة ولا 93 بداية ديال التسعينات، ومواستا ملاح، مواستا ما شاء الله، مواستا كانوا يعني في الطريق ديال المسكيني، وتصنت ليا ليهم وشجعني وعطاني واحد القوة دوك المساتة باش ما نبيعهمش. سيبو عزة مولوع كبير وباقي بمواكب السير، الإخوان سيبو دا حسن، كل الإخوان كانوا كيموتوا على سبته، السي عبد الغني ديال المعارف، الإخوان يعني عدة، شوف لو غنذكر غادي يتقلق شي ويدا شي، المهم جميع الإخوان، الإخوان ديال سبته، سمحوا لي كنزرب لأن الطول، جميع الإخوان اللي كانوا ديال سبته كانوا عندهم لودن، عز عليهم التغاريد سبته وعز من الإيقاع، ما كيشوفوش الطير غير الكونكور، كيشوفوا الطير ديال الصالون، كلمة صالون رجع لها الإخوان هي ديال مجمع الحباب. وطار وتصنط والطار كيضرب الطور اللي كان الكلام اللي كانوا كان الكلام اللي كان ربما الاخ اللي قال يعني لا تيرميناسيون ما عندوش تشيو لان الكلام ديال سبته كان ما فيش لا تيرميناسيون وتشيوا ولكن عنده لا تيرميناسيون اخرى اللي كانت هي انذاك تسمى يعني لا فينيسيون اشنا هي هما لو 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 تشيو البوحيه او كيمشي بلي لي 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 تشيو فهمتيني اللي هما كنت عند من البوحيات الكاسكابيل او سا 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 تشيو اللي هي بوحيه وكان الكلام الميسيدات بطلعوا الهبوط شبيت 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 بلين تبلين 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 وكان تعاوق وعلي وعلي به سي بابي يعني بزاف تعدد الاخوان سبت راه فيها كلام راه سبت راه فيها كلام راه شنو اللي خرج على السبته وهو كل المسائل يعني دخلوا دخلوا لهاد الامور اللي هي البي سي وهادشي ديال اللوجيسيال والكلام مضى كثر من القياس وراه غيطيحوا هادشي غيطيحوا فيه حتى الناس ديال ملاكا ما بقاوش كيحافظوا على التغاريد ديال ملاكا اللي كتبان الكلمه يعني مفهومه الجول بي كتسمعوا ولا واحد الميطال كثر من القياس فهذا غير نظره على مصطلح ديال الصالون الطير ديال الصالون الاخوان راه بوحدو اللي كيدير الكونكورسو ودي صالون بوحدو ولكن الطير ديال الصالون ومجمع الحباب وتحطو الطير راه كان تبغي تخرج يرجعك ما يخليش غا تخرج هو بعد كل وقت راه كيشدك غير كاسكابيل كيشدها لك يقرطها في عالك ويضربها لك شوف اولاع راه في شكلها الاخوان تكلم معايا ولاعة حط معايا الولاعة راه الولاعة راه في شكل راه كان خاطب مواليع وراه قلت راه ما كاينش اللي عرف المولوع قد المولوع هاد هو الاخوان فهاد هو الاخوان وسمحوا لي ذكرت امور هنا ديال يعني كل ما يتعلق بامور تقنيه ذكرت منها القليل ذكرت منها غير الكونكورسو ووضحت لكم انواع ديال لي كونكورسو باش تفهموهم مازال ان شاء الله غنهضروا على مسائل تقنيات اللي كتبدا من لو تيغان ديال الحكام وشكون عنده الحق هنا يتدخل في هادي وشكون عنده الحق يتدخل في هادي راه المشكل اللي كاين هو كيتفرقوا المهامات وكيتلاقاو كلشي في دوك المهامات ما عاطينش كل واحد التخصص ديالو التخصص ديالو مع احتراماتي هذه غير بدايه ديال الولاعه مجال ان شاء الله طلبوا من الاخوان باش ان شاء الله يبحثوا الا كنا كنتبعوا الاسبان نتبعوهم في كلشي وماشي تاخذ اللي بغيتي اللي قدرتي عليه ولا ما قدرتيش عليه تحيدو خذ كلشي حنا بشويه بشويه تنفسروا هادشي ديال اللي كيعبدوا به الناس الاسبانيين تبارك الله عليكم الاخوان اسالوا الله سبحانه وتعالى باش يجعل هذا العمل مبارك وتكونوا استفدتوا من هاد الحوايج هادو وتحياتي لكم رمضان مبارك سعيد